لكن ينقلها إلى جرانيرو، إلى هيجوين مرة أخرى، إلى جرانيرو في الجهة اليمنى، أصبحت الآن إلى أربيلوا. أربيلوا ما أوصل الكرة صح، يضغط أربيلوا ولكن مكتوعة، وفي نفس الوقت تظل المحاولة لمصلحة ريال مدريد. كريستيانو رونالدو يحولها إلى كريم بنزيما، بنزيما يتخلص، الله شوف الهداف، يعني شوف كريم بنزيما مباشرة يسيطر على الكرة ويتقدم، وكريستيانو رونالدو يعمل عمايل في المباراة، ينقل الكرة إلى كريم بنزيما. شوف 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 شوف، لاحظ 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 المهارة، لاحظ التقدم، وين حطها؟ حطها في الزاوية البعيدة في نفس المكان اللي حطها كريستيانو رونالدو، ولكن الآن كريم بنزيما، كريم بنزيما وين حطها؟ في الزاوية البعيدة، وبالتالي يأتي الهدف الرابع لمصلحة الريال. صارت 4-2، كانت 3-2 قبل قليل. الرد أتى سريعا من رجل المباراة الأول الحقيقة كريستيانو رونالدو، اللي هيئ الكرة إلى بنزيما، وبنزيما يسجل الهدف الرابع. نعم، أتى تبديل متوقع، مشاركة طبعا خوزيه كايخون عنده 4